طيب، في المعلومات الهامة عن سيم ميكانيكس هنتناول 5 حاجات. أول حاجة العناصر الأساسية في سيم ميكانيكس، تاني حاجة الخطوات الأساسية لتصميم نموذج، تالت حاجة طرق دراسة وتحليل النظم الميكانيكية في سيم ميكانيكس، طرق عرض شكل الماكينة في سيم ميكانيكس، تصميم الماكينة باستخدام برامج التصميم الهندسي أو اللي هي Computer Aided Design Software. بالنسبة للعناصر الأساسية في سيم ميكانيكس، احنا هنا بندرس أو بنناقش ايه الحاجات اللي السيم ميكانيكس بيديها لي أو بيوفرها لي بحيث أستخدمها في ديزاين بتاع الماشين بتاعي، في تصميم بتاع الماشين بتاعي. لو هنبص هنا في السيميلينك لايبراري تحت السيم ميكانيكس، هنلاقي عندنا في حاجة اسمها باديز اللي هي الأجسام، حاجة اسمها كونسترينت اند درايفرز اللي هي المقيدات، حاجة اسمها جوينتس، حاجة اسمها سنسورز اند اكتويترز. الـ4 حاجات دول اللي هنتناولهم النهاردة. أول حاجة الأجسام. الأجسام ديت هي الحاجات اللي أنا بستخدمها عشان أمثل بيها أجزاء الماكينة. يعني إيه؟ يعني أنا عندي مثلا، كان في المثال بتاع البندول بتاعنا، في قلت إيه؟ قلت البندول ده عبارة عن قضيب متصل بكورة، والقضيب والكورة بيلف حوالين المفصل. طيب يبقى خلاص، يبقى أنا محتاج بلوك اسمه، أو محتاج جسم أسميه قضيب أو احط فيه الخصائص بتاعت القضيب، وقسم تاني للكرة، والاتنين دول اوصلهم بمفصل. طيب هنا، طيب لو انا بص تاني هنا اهوت على الباديز، هلاقي فيه بلوك عندي اسمه بادي. طب هل البلوك اللي اسمه بادي دوت هيبقى كافي بحيث ان انا امثل بيه جزء الماكينة بتاعتي؟ هقول نعم وهقول لا. ازاي؟ لو الجزء بتاع المكنة بتاعتي ده بسيط، يعني ايه بسيط؟ يعني ممكن اقربه او اقرب شكله لشكل اولي، زي مثلا نقطة ثابتة او قضيب مثلا او متوازي مستطيلات او كرة او اسطوانة او مخروط، يبقى دوت ينفع امثل الجزء دوت عن طريق بلوك واحد. يعني ايه برضو؟ يعني طالما ان جزء المكنة دوت يمكن يتمثل بيه او يمكن يتوصف بيه مركز ثقل واحد ومصفوفة قصور ذاتي واحدة ناشئة تنسر واحدة، يبقى خلاص، يبقى انا احتاج بس بلوك واحد بحيث ان او هو يكفي ان انا امثل بيه جزء المكنة دوت. طيب لو غير كده، لا، لو جزء المكنة بتاعي دوت معقد شوية او ما يعني مركب، ايش اللي هعمله؟ يبقى انا لازم اقسمه الى مجموعة من المكونات الاولية البسيطة، كل واحد امثله ببلوك. طب نبص برضه على امثال على الكلام. انا هنا عندي جزء المكنه دوت عايز امثله في سيم ميكانكس. ايه يعني ايه هو دوت اصلا؟ عباره عن مفصل اسطواني متوصل في الحيطه بالقضيب دوت، والقضيب التاني يعني دوت ثابت مع الحيطه، ودوت بيلف او بيدور. طيب الكلام ده طبعا استحاله امثله ببلوك واحد. ليه؟ يعني استحاله احط لدوت انيرشيا تنسو او مصفوفات قصور واحده. يبقى انا لازم اقسم دوت لاجزاء. طيب يبقى انا ممكن عبارة الارضي ديت او الحيطة ديت امثلها بس بنقطة اللي هي ارضي. طيب القضيب دوت هحطه لوحده، القضيب ده خليه لوحده، والمفصل الاسطواني دوت هقول ايه؟ طب انا هعمله عبارة عن اسطوانتين، الاسطوانة ديت اثبتها مع ده، والاسطوانة ديت اثبتها مع ده، وبينهم احط محور دوراني. هنا بنقول ان كل بلوك من مركبات الاجسام بيتمثل عن طريق 3 حاجات، عن طريق الكتلة، وعن طريق مصفوفة القصور الذاتي اللي هي الانيرشيا تنسور، وعن طريق مجموعة من الاحداثيات اللي هي الكوردينيت سيستمز اللي هي بتمثل النقط المهمة في الجسم. زي مثلا ايه نقطة؟ يعني ايه نقط مهمة في الجسم؟ يعني مثلا زي ما شفنا لازم اي جسم على الاقل يكون فيه، او على الاقل حدد فيه مركز الثقل بتاعته اللي هو السنتر اوف جرافيتي، وكمان لازم احدد فيه نقط الاتصال بينه وبين الجسم ده. لو الجسم ده مثلا زي كانت في حالة البندولة عندنا، القضيب متوصل في الكرة والكرة متوصلة في القضيب، يبقى لازم في القضيب اعرف النقطة اللي هتتربط في الكرة، وبالمثل برضه في الكرة لازم اعرف النقطة اللي هتتربط في القضيب. ايه تاني نقط مهمة؟ النقط اللي انا عايز اقيس عندها مثلا، يعني عايز مثلا اقيس عن الفورسز او القوة المؤثرة عليه، او في نقط تانية مهمة عايز اثر عليها بقوة تانية اللي نحط عليها مثلا ايه محرك او اكتويتر. كل النقط ديت لازم اعمل لكل واحدة كوردينيت سيستم. طب نرجع تاني نبص على مثال البندول بتاعنا هنا مثلا دوت، البودي عبارة عن بودي بلوك،
افتحه كده اهو، نرجع تاني الحاجات يعني احنا شفنا اهو البادي بلوك عبارة عن او الحاجات الاساسية فيه او الحاجات اللي انا لازم احددها فيه، الماس اللي هي الكتلة، الانيرشيا تنسو، والكوردينيت سيستمز بتاعته. تمام. هنا في ملاحظة ان السيم ميكانيكس بيتعامل فقط مع الاجسام الصلبة او ميكانيكا او ميكانيكا الاجسام الصلبة. يعني ايه جسم الصلب؟ الجسم الصلب ده هو الجسم اللي ابعاده ما بتتغيرش مع الوقت او مع الزمن. تاني حاجة بنتناولها في العناصر الاساسية في سيم ميكانيكس اللي هي الوصلات او الجوينت، اللي هي الوصلات دي بنستخدمها لتوصيل الاجسام بعضها ببعض وغاوة تمثيل مدى حرية حركة جسم بالنسبة لجسم اخر، او ما يسمى degree of freedom. ايه موضوع degree of freedom ده؟ degree of freedom يعني عموما هو عدد الاتجاهات اللي الجسم بيعرف او بيقدر يتحرك فيه. يعني يعني انا عندي جسم بيقدر يتحرك في اتجاه السين والصاد في المستوى الافقي او الاكس والواي، يبقى انا الجسم ده عنده 2 ديجري اوف فريدم. طب انا عندي لا الجسم ده بيتحرك في اتجاه السين والصاد والعين الاكس والواي والزد، يبقى انا عندي 3 ديجري اوف فريدم. طب انا عندي الجسم ده بيتحرك في المستوى الافقي اكس وواي وكمان بيلف، يبقى انا عندي برضه 3 ديجري اوف فريدم، وهكذا. دي كده عموما في 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 الحياه العامه يعني. لكن بالنسبه للميكانيكا او ميكانيكال سيستم او في السيم ميكانيكس، هو بيحسب الديجري اوف فريدم على حسب الحركه النسبيه بين كل جسمين في المكان. انا عندي في جسمين بينهم وبين بعض واصله، اشوف الحركه النسبيه بينهم ايه. مثلا بيتحركوا بيلفوا حول بعض، يبقى ده كده 1 ديجري اوف فريدم. لا بيلفوا مثلا في حوالين مثلا محورين مثلا اكس، او مثلا حوالين نقطه محوريه، يبقى ليها ديت 3 ديجري اوف فريدم. المهم هنا ايه؟ ان احنا الديجري اوف فريدم بيتحسب بين كل جسمين متوصلين ببعض. طيب بنقول هنا ان الوصلات ديت بتتقسم في سيم ميكانكس حسب مبدأ عملها الى اربع انواع او الى 5 انواع او 4 انواع، والنوع الخامس متركب من الانواع الاربع. الوصلات الدورانية او الروفليوت اللي هي بتتيح الدوران حول محور دوران، وصلات انتقالية او اللي هي البريزماتيك بتتيح الحركة الانتقالية في خط مستقيم، يعني في جسمين بيتحركوا في حركة خطية بالنسبة لبعض. في وصلات كروية يعني بتتيح الدوران حول نقطة محورية، زي ايه مثلا؟ زي كتف الانسان مثلا، دوت يعتبر سفيركال جوينت مثلا. النوع الرابع اللي هو وصلات اللحام او الولد، ديت بتتيح تثبيت جسمين ببعض. يعني انا عايز في جسمين ما بيتحركوش بالنسبه لبعض، الجسمين دول متصلين لكن ملحومين في بعض. طيب النوع الخامس بنقول ان هو وصلات مرتبه، يعني ايه مثلا؟ انا عندي مثلا وصله او جسمين بيتحركوا بشكل حلزوني بالنسبه لبعض، يبقى انا لازم استخدم وصله بتتيح النوعين، نوع الدوران اللي هم اصلا بيلفوا بالنسبه لبعض، ونوع برضه الانتقال اللي هم في حركه خطيه بينهم وبين بعض. دي كده الوصلات المرتبه. في ملاحظه ان جميع الوصلات في السيم ميكانكس هي وصلات عديمه الكتل، يعني ملهاش اصلا كتله، زي ما شفنا هنا اهوت في البندول برضه بتاعنا ان الفوليوت ما فيهوش حاجه اقول ان الفوليوت ده مثلا كتلته قد كده، لا. طيب ايه العمال؟ انا لو عندي فيه مثلا وصله ليها كتله يبقى امثلها ازاي؟ طب بسيطه خالص، ما احنا عندنا في المثال بتاعنا دوت ديت مفصل، او بالنسبه لل يعني للاصطلاح ان دوت عباره عن وصله لكن ليها كتله، ما هياش مثلث، ما هياش عديمه الكتل. يبقى خلاص ان انا بمثل الوصله بتاعتي ديت عن طريق جسمين مثلا بيلفوا، زي ما عملنا هنا كده قسمنا الوصله بتاعتنا لاسطوانتين، والاسطوانتين دول هحط بينهم وصله دورانيه، يبقى انا التلات بلوكات دول مع بعض عملت بيهم وصله جديده اسمها وصله ليها كتله مثلا. تمام. طيب هنا بنستعرض المثال اللي احنا اعطيناه من شويه، ازاي بقى اوصله بوصلات مختلفه، او ازاي استخدم الوصلات المختلفه للتوصيل. هلاقي مثلا بين البار دوت والارضي احط ايه؟ واحط وصله لحام عشان البار ده ثابت في الارضي.
طيب بين برضو القضيب دوت والنصف نصف المحور او نصف المفصل، حط برضو وصلة لحام عشان هم ايه ثابتين مع بعض. بين نصفي المفصل لازم احط وصلة دورانية عشان هما بيلفوا حوالين بعض، حوالين محور دوران. بين الاسطوانة بين النص التاني للمحور او للمفصل والقضيب احط برضو وصلة لحام عشان هما ثابتين مع بعض. تمام، خلصنا كده من الوصلات. نخش على مقيدات الحركة او اللي هي بيسميها constraint driver. يعني ايه او ايه شغلتها ديت؟ ديت بتستخدم لتقييد او الغاء واحدة او اكتر من الحركات النسبية بين جسمين، هي degree of freedom. يعني انا مثلا عندي في جسمين لازم دايما يكونوا متوازيين، يعني يتحركوا لكن لازم يكونوا يتحركوا في شكل متوازي، يبقى استخدم حاجة اسمها parallel constraint. عندي مثلا في جسمين او مثلا ترسين او جسمين بيدوروا حوالين بعض، بيدوروا وهم متلامسين مع بعض لكن لازم يدوروا على شكل ترس، يعني ده مثلا يلف في لفة واحدة يكون ده لف ثلاث لفات، يبقى استخدم حاجة اسمها gear constraint. طيب دي كده بالنسبة للكونستينت. ايه موضوع الدرايفر ده؟ الدرايفر هو يمكن اعتباره برضه كأنه كونستينت لكنه يعني ممكن اغير قيمة القيد بتاعه. يعني ايه مثلا؟ انا عايز اقول مثلا ان الجسمين دول الزاوية بينهم ثابتة، يبقى استخدم كونستينت يحط لي الزاوية بين الجسمين دول دايما ثابتة 45 درجة، لان اقول لان الزاوية ديت هأيدها مع الزمن. يعني مثلا اقول ان هي الزاوية بين الجسمين ده لازم تفضل او بتتغير بمقدار مثلا 1 ديجري في الثانية، يبقى استخدم درايفر يحفظ لي الزاوية بين الجسمين دول بحيث تكون 1 ديجري او بتزيد بمقدار 1 ديجري في الثانية. يعني كده ممكن الدرايفر بقى ايه يحدث لي حركة مقيدة بين جسمين. كمثال على الكونستينت هناخد المثال اسمه مش جير. دوت عبارة عن محاكاة لترسين بيلفوا. اللي احنا شايفينه دوت هنا في بادي وبادي، دوت ترس ودوت ترس. الترس دوت متوصل بمحور دوران او بمفصل دوراني او بجوينت ريفولوت جوينت. ريفولوت جوينت ثابت في الارض. تمام، في نقطة احنا نسينا نقولها، في اي مكان لازم يكون واحد من الجراوند بوينتس بتاعتها متوصل بالانفايرمنت. يعني لازم لو انا عندي مثلا الموديل فيه مثلا 3 مكانات مثلا، كل مكنة منهم لازم على او يعني لازم اكزاكتلي او لازم بالظبط واحدة نقطة جراوند تكون متوصلة بانفايرمنت او ماشين انفايرمنت بلوك. لو انا عندي موديل واحد مثلا ملف واحد زي كده وحطيت فيه مثلا 3 مكانات 3 نماذج لمكانات، يبقى كل مكنة لازم اوصل جراوند بوينت منهم بوحدة انفايرمنت ماشين انفايرمنت، يبقى عندي مثلا 3 ماشين انفايرمنت بلوك لكل مكان. طيب ايه اللي حاصل هنا؟ احنا قلنا في تيرس شمال واصل بالريفوليوت واصل الريفوليوت ثابت في الجراوند. تمام، هنا في تيرس اليمين برضه متوصل بالريفوليوت بمحور دوران، والمحور دوران طبعا ثابت في الارض. تمام، طيب ايه اللي في النص ما بينهم ده بقى؟ دوت حاجة اسمها جير كونستينت. نفتح جير كونستينت، يقول لي انت عايز تخلي نصف القطر بتاع الترس الشمال قد ايه، اللي هو متوصل بالبيز. بالبيز عندنا كل حاجة قلنا ليها بيز وليها فولور. لو نشوف هنا كده عند بي بيز واف فولور هيبقى نصف القطر كام؟ هو بيقول هنا 1.5 متر. طب نصف القطر التاني المتوصل في الفولور قد ايه؟ اللي هو 0.5 متر. طيب ايه تاني عندنا مهم هنا؟ احنا هنا مثلا عملنا اكتيفيشن، حطينا محرك بيحرك الريفوليوت او محور الدوران بتاع الترس الشمال، يعني هيلف الترس الشمال بسرعة ثابتة. برضه العجلة صفر، السرعة ثابتة، الزاوية هي الايه تفاضل او تكامل السرعة. ايه تاني مهم كده؟ تمام، نجرب بقى. هنلاقي هنا في شكل مبسط للترسين، الترس الشمالي يلف لفة واحدة يكون الترس اليمين لف 3 لفات. تمام.
فهو بحاجة بنتناولها اللي هي أجهزة الإحساس والمحركات اللي هي السنسورز والأكتويترز. بنستخدم أجهزة الإحساس لقياس حركة الماكينة مثل الزاوية أو السرعة أو العجلة الزاوية من جسمين، أو لقياس القوة أو العزوم المؤثرة عليه. طيب دي كده إيه؟ واضحة مفيهاش مشاكل. المحركات هي دي بستخدمها عشان أثر بقوة أو عزوم على أجزاء الماكينة. بأثر إيه؟ ممكن أثر على وصلة على جوينت، وممكن أثر على جسم على بادي. طيب بنقول هنا نقطة مهمة كنا ذكرناها برضو، إن أجهزة الإحساس والمحركات دي هي الوصل أو الرابط الوحيد بين بلوكات السيم ميكانيكس والعالم الخارجي. نقصد بإيه العالم الخارجي؟ نقصد بيه الماتلاب والسيميولينج. يعني إيه؟ أنا عندي دلوقتي النظام الميكانيكي بتاعي عملته كاملا ببلوكات السيم ميكانيكس، تمام؟ طيب أنا عايز مثلا، عايز آخد بقى الإيرادات بتاعة ال أو عايز آخد الإيرادات بتاعة السنسور، أو عايز آخد الإيرادات بتاعة الحركة بتاعة المكنة بتاعتي، واستخدمها بقى في الماتلاب او في السيميولينك، اعمل عليها حسابات مثلا او احطها في جداول وكده. يبقى لازم احط سنسور اقرب بالزاويه اللي انا عايزها مثلا، وبعد كده اطلعها بره على سكوب او على خلاف. طب العكس، انا عندي مثلا عملت نظام تحكم، عملت كنترولر مثلا بالسيميولينك، وعايز اطلع الخارج بتاعه اللي هو القوه مثلا التورك او القوه او العزم على اطبقه على المكنه بتاعتي، تمام؟ يبقى استخدم ايه؟ يبقى استخدم محرك. المحرك اللي هو الاكتويتر هياخد السيجنال بتاعتي اللي طالعه من الكنترولر بتاعي اللي انا عامله بالسيميولينك، وهيدخله على السيم ميكانيكس بتاعي، السيم ميكانيكس بروكس بتاعتي. احنا كده انتهينا من المكونات الاساسيه او العناصر الاساسيه في سيم ميكانيكس. هندخل على الخطوات الاساسيه لتصميم نموذج. ايه هي الخطوات اللي انا لازم اخدها عشان اصمم نموذج في سيم ميكانكس؟ هقول اول حاجة لازم ندرس المكنة بتاعتي ازاي هقدر امثلها. يعني ايه؟ يعني هشوف ازاي هقسم المكنة بتاعتي دي لاجزاء. المكنة بتاعتي دي مركبة ومعقدة، لازم اشوف مثلا ايه الاجزاء اللي يعني ازاي هقطع المكنة دي. تقول مثلا الجزء دوت همثله لوحده، والجزء ده همثله لوحده، والجزء ده ثابت بالنسبة للجزء ده وخلافه، تمام؟ طيب دي أول نقطة. تاني نقطة، أنا خلاص قسمت المكنة بتاعتي، إزاي بقى كل جزء همثله في السيم ميكانيكس؟ هل الجزء ده بسيط بحيث همثله ببلوك واحد، ولا الجزء دوت معقد بحيث همثله بأكتر من بلوك؟ طيب خلاص عرفت إيه اللي هيتمثل ببلوك واحد وإيه اللي هيتمثل بأكثر من بلوك. إيه بقى كل بلوك دوت؟ إيه خصائصه؟ يعني لازم أمسك كل جزء بقى وأوزنه، أشوف الكتلة بتاعته، وأشوف مصفوفة القصور الذاتي بتاعته، بشوف النقط المهمة فيه، نقط الاتصال بينه وبين الأجزاء التانية، نقط مركز الثقل بتاعته وخلافه، عشان أعمل له إحداثيات يعني coordinate systems في البلوك ديت. السؤال اللي بعد كده، إيه هي الحركة النسبية الممكنة بين أجزاء المكنة؟ يعني عندي مثلا في جزئين في المكنة بيلفوا حوالين بعض، في جزئين بيتحركوا من بعض حركة انتقالية أو حركة مركبة. طيب ايه هي الحركات بقى النسبية برضو بين اجزاء المكنة اللي لازم اقيدها؟ اقول مثلا ان الجسمين دول لازم يتحركوا بين بعض كترسين مثلا وخلاف، عشان احط لها كونسترينت او مقيدة حركة. طيب ايه الاجسام والوصلات اللي انا لازم احركها بمحركات؟ انا عندي مثلا في جزء بيلف بموتور، في جزء تاني مثلا عايز بيتحرك حركة خطية وخلاف. ايه هي الاجسام والوصلات اللي انا عايز اقيس حركتها واقيس القوة المؤثرة عليها عشان احط لها سنسورز؟ دي كده اول خطوة، ان انا خلاص درست المكنة بتاعتي، قسمتها، عرفت كل اسم خصائصه ايه الحاجات اللي انا احط لها كاكتويتورز، ايه الحاجات اللي انا احط لها سنسور. طيب خلاص بقى امسك بقى دلوقتي النموذج، افتح نموذج جديد وابدا احط البلوكات بتاعت الاجسام بتاعتي في النموذج، اظبطها، احط لها الكتل بتاعتها والانيرشيا تنسورز بتاعتها والكوردينيت سيستمز بتاعتها، برضه احط بلوكات الوصلات والمقيدات. انا وانا شغال عمال احط في البلوكات ديت، ممكن اول باول اشوف شكل المكنه بتاعتي وصل لحد ايه، عن طريق ان انا اعمل تحديث لعرضها في نافذه العرض، زي ما شفنا مثلا هنا في البندول.
انا اول باول وانا شغال هناك في النموذج بتاعي بدوس على الزر بتاع التحديث دوت، بحيث يقول لي ان المكنه بتاعتك شكلها كده دلوقتي. تمام. طيب بعد كده خلصت خلاص كل البلوكات بتاعت الاجسام بتاعتي وبتاعت الوصلات والمقيدات الجوينتس والكونستينتس، ابدا ممكن احط دلوقتي السنسورز والاكتويتورز بتوعي. ممكن قبل الخطوه ديت ممكن اعمل كده تجربه سيميليشن، اجرب اعمل مثلا من غير ما اطبق اي قوه على المكنه بتاعتي، اشوف كده هتتحرك بشكل ايه من غير التاثير عليها باي قوه تحت تاثير الجاذبيه مثلا. يبقى انا ممكن دلوقتي استارت سيميليشن من غير، او قبل الخطوه ديت ممكن استارت سيميليشن للتجربه كده، اشوف الدنيا ماشيه ازاي، اشوف في مثلا وسائل خطا ولا لا. حطيت الاجهزه القياس بتاعتي والمحركات السنسورز والاكتويتورز، هبدا ممكن دلوقتي بقى ابدا المحاكاه واشوف او الاحظ حركه المكنه بتاعتي في نافذه العرض، هل هي دي الحركه اللي انا متوقعها ولا لا. تمام. اخر حاجه واهم حاجه اللي هو التحقق من صحه التصميم. انا دلوقتي في تصميم قاعد شغال فيه مثلا كام شهر وتعبان فيه ليل ونهار، خلاص خلصت شغلت السيميوليشن شكله جميل خالص، شكله شغال. لا مش شغال، انت عرفت ازاي؟ لازم تتحقق من صحة التصميم. ايوه يا عم هو ان شاء الله شغال، مش هيطلع في حاجة. ما هو ايوه كله ان شاء الله، كله باذن الله وكلنا توكلنا على الله. لكن يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني هي الطير دي برضه متوكلة على الله، ما عندهاش تلاجة ولا عندها فلوس ولا عندها اي حاجة ولا عندها حساب في بنك، هي كل يوم الصبح صبحة جعانة بتبقى متوكلة على الله ان هو يرزقها، لكن لازم تغدو تبحث عن رزقها، وهي بتروح اخر النهار ترجع شبعانه وزي الفل. يبقى هو ده الصح. انا متوكل على ربنا، لكن لازم ناخد بالاسباب. طيب يبقى انا دلوقتي قلت المكنه بتاعتي شغاله، طب ازاي بقى شغاله او يعني صحيحه؟ طب ايه اللي ياكد ان انا صحيحه؟ لازم اول حاجه كتشيك او كفيريفيكيشن مبسط ان انا اقارن حركتها بالحركه المتوقعه. يعني انا متوقع ان المكنه بتاعتي بتتحرك بشكل معين دوت، يبقى اشوف اقارن في نافذه العرض اشوف هي الحركه ديت اللي انا متوقعها ولا لا. دي برضو ما هياش اساسيه او ما هياش بتحقق لي ان انا او بتثبت لي ان هي صحيحه، بتثبت لي ان التصميم بتاعي صحيح. لازم اقارن برضو نتائج السنسورز مع النتائج الحسابيه بتاعتي، يعني بالمعادلات كده اشوف ان المفروض القوة مثلا تكون في النقطة دي قد كده، وبعد كده اقارن السنسور هل قاس نفس القيمة ولا لا. المفروض مثلا العجلة الزاوية بتاعتي تكون قد كده، اقارنها برضو بالحاجات اللي السنسورز قايساها. هناخده هنا مثلا مثال بسيط خالص، البندول بتاعنا ده انا عايز اتأكد ان التصميم بتاعي ده بسيط. في حاجة مهمة جدا بحيث يعني اعملها عشان ما اصعبش عليها العملية، انا احط المكنه بتاعتي المفروض الاول في وضع سهل، وضع يسهل الحسابات بتاعتي. انا مثلا عايز هنا اقيس العزوم حوالين الجوينت بتاعي، حوالين المفصل بتاعي لو، يبقى ايه اسهل حاجه خالص؟ انا عارف ان العزم هو القوه في المسافه العموديه، يبقى اسهل حاجه ان انا احط المكنه بتاعتي في الوضع دوت. تمام. وبعد كده اشوف السنسور بتاعي ايه واقارنه بالمعادلات بتاعتي. انا بالمعادلات لو انا البندول بتاعي في الوضع دوت، يبقى هيكون العزم هنا مقداره ايه. هنا انا عندي القضيب مركز الثقل بتاعه في النقطه دي بيبعد متر عن المفصل ووزنه 4، يبقى هنا القوه هنا 4 في العجلات الجاذبيه. هنا عندي القوه مركز الثقل بتاعها هيبعد 3 متر وهي وزنها 5، يبقى هنا القوه المؤثره هنا 5 في عجله الجاذبيه، يبقى العزم كله هيبقى ايه؟ هيبقى 4 في عجله الجاذبيه في 1 متر وخمسة في عجلة الجاذبية في 3 متر، يطلع الناتج اللي هو بتاعنا دوت. طب تعالى بقى نتأكد منه من التصميم بتاعنا ان هو شغال. أول حاجة زي ما قلت لازم نوقف المكنة في نفس الوضع اللي هو الوضع البسيط اللي هيسهل لي الحسابات. عشان الزاوية تبقى، عشان يوقف في الوضع ده لازم تكون الزاوية بتاعته بصفر، يبقى لازم محطش أي عجلة خالص، يبقى كده ايه العجلة داخلة بتاعتي بصفر، يبقى السرعة بصفر، يبقى الأنجل بصفر. وأجرب تاني. شو
شوف كده شكل تمام خالص، واقفه في نفس الشكل بتاعنا هو اللي احنا عايزينه. طيب تعالى كده يا عم شوف السنسور بيقول ايه. نعمل تحديث. تمام، بيقول لي انك انت التورك بتاعنا ده كان بالظبط. بالظبط زي ما احنا حاسبين، يبقى احنا كده خلاص الشغل بتاعنا مظبوط. طيب ندخل دلوقتي على طرق دراسة وتحليل النظم الميكانيكية في سيم ميكانيكس. نقول ان السيم ميكانيكس عنده 4 طرق بيقدر يحلل بيها النظم الميكانيكية. اول حاجة اسمها الديناميكا المباشرة او الفورورد داينامكس. يعني ايه الفورورد داينامكس؟ او بتستخدم في ايه، او ازاي بيستخدمها؟ ان هو بيطبق معادلات الحركة العادية، معادلات نيوتن اللي هي الديفرنشال ايكويشن بتاعت الحركة، عشان يحسب حركة الأجسام من خلال معرفة القوة والعزوم المؤثرة عليه. يعني أنا دلوقتي في جسم أثرت عليه بقوة أو بعزم، عايز أعرف الجسم دوت هيتحرك إزاي، هيبقى سرعته إيه، هيبقى عجلته إيه، هيبقى البوزيشن بتاعه إيه. دي كده الفورورد داينامكس. على العكس في حاجة اسمها الديناميكا العكسية أو الإنفرس داينامكس. دي بيطبق معكوس او مقلوب معادلات الحركة عشان يحسب القوة والعزوم اللازمة لتحريك الاجسام بشكل معدل. بالظبط زي ما كان عندنا في البندول بتاعنا، احنا حطينا البندول في وضع معين احنا عايزين نحطه في او نحركه بالشكل ده، احسب لي بقى انت يا سيم ميكانيكس العزوم اللي على المحور بتاعي. في حاجة في نظام ثالث اسمه الكيناماتيك. انا لو انا عندي النموذج بتاعي او الموديل فيه حلقات مغلقة، يعني الموديل بتاعي بيكون فيه حلقات مغلقة لو انا او المكنة بتاعتي بيكون النموذج بتاعها فيه حلقات مغلقة. لو انا عشان اقسم النموذج دوت لاسمين لازم اشيل اكتر او لازم اقطع اكتر من مفصل، تمام؟ يعني لازم لو هقص مفصل واحد، لا المكنة بتاعتي مش هتتفصل لجزئين، لازم اقص كمان مفصل عشان المكنة بتاعتي تتقسم نصين. يبقى انا كده في الحالة ديت عندي حلقة مغلقة في الخريطة او في الموديل بتاعي. في الحالة ديت ما ينفعش استخدم الانفرس ديناميك، لازم استخدم الكيناماتيك، عشان برضه هي ليها نفس الوظيفة ان هي بحسب القوة والعزوم اللازمة لتحريك الاجسام بشكل محدد. النظام الرابع هو نظام القص او التريمينج. دوت بنستخدمه عشان نبحث او نوصل بيها على نقطة اتزان steady state او equilibrium point. طب دي لازمتها ايه ديت؟ النقطة دي بتبقى هي النقطة الاولانية او الخطوة الاولى عشان اعمل عملية linearization، عشان لو انا عايز اعمل نظام تحكم او controller للمكنة بتاعتي. طب انا ممكن احدد منين النظام التحليل بتاعي ده؟ دوت عن طريق machine environment block. لو نرجع تاني برضو للبندوليان بتاعنا او نبص على مثلا الماشين جير، هنلاقي مثلا في الانفايرمنت هنا يقول لك الاناليسيز مود، هنا مثلا فور دايناميك ولا انفرس دايناميك ولا كيناماتيكس ولا ستريمينج. هنا ندخل على طرق عرض شكل الماكينة في السيم ميكانيكس. بنقول ان السيم ميكانيكس عنده طريقتين اساسيتين لعرض شكل وحركة الماكينة. الطريقة الاولانية اللي احنا شفناها ان انا عن طريق نافذة العرض البسيطة اللي بتيجي مع السيم ميكانيكس ديت، زي ما شفنا هي بس بتعرض شكل مبسط جدا وتقريبي لاجسام الماكينة. يعني ايه؟ يعني زي ما شفنا كده ان الجسم ان مثلا البندول بتاعنا بيتعرض او كل جسم فيه بيتعرض بطريقتين، يا اما عن طريق حاجه اسمها الكونفكس هال. ايه الكونفكس هال دوت؟ بيوصل كل نقط الاحداثيات بتاعه الجسم بتاعي. يعني انا مثلا لو عندي فيه نقطتين احداثيتين يبقى وهم على خط واحد، اكيد اي نقطتين على خط واحد يبقى هو هيوصلهم بخط مستقيم. لو عندي فيه 3 نقط بس مش على خط واحد لكن هيوصلهم بمستوى، يبقى عندي مثلا بلان. انا عندي في 4 نقط ومش في بلان واحد يبقى هيمثلهم بجسم مجسم. يعني هو مجرد الكونفكس هال ده بيعمل مجسم يحوط كل اجسام كل الكوردينيت سيستمز بتاعتي.
دي كده الخيار الاول. الخيار التاني اللي هو بيمثله عن طريق الايكويفالنت اليبسويد، يعني هو الجسم البيضاوي المكافئ، زي ما شفنا كل او زي ما قلنا ان كل جسم ليه جسم بيضاوي تاني عنده نفس مصفوفة القصور او الانيرشيا تنسور بتاعت الجسم بتاعي ده. ده السيم ميكانكس بيقول انا ممكن استخدم دي بحيث اقرب شكل المكنة بتاعتي. دي كده ايه النوع الاول، ان انا استخدم نافذة العرض البسيطة اللي بتيجي مع السيم ميكانكس. طب انا لا، انا عايز استخدم او عايز ارسم او عايز اشوف شكل فعلي او شكل واقعي للمكنة بتاعتي، يبقى انا خلاص استخدم بقى الفيرتشوال رياليتي. ايه الموضوع ده؟ ده عن طريق الماتلاب فيرتشوال رياليتي تول بوكس. لازم طبعا اتعلمه كويس جدا، لازم بيتيح لي ان انا استخدم او اصمم شكل واقعي للمكنة باستخدام الفيرتشوال رياليتي موديلنج لانجوج، ثم بعد كده اربط التصميم بتاعي دوت بنموذج السيم ميكانكس. زي ما شفنا كده الديمو بتاع الريبورت ارم، شايفين ان الريبورت ارم شكله واقعي بالظبط، تمام. هنا بندخل في نقطة مهمة جدا اللي هو تصميم المكنة باستخدام برامج الكمبيوتر ايدد ديزاين سوفت وير، او هنا بنسميها موديلنج ويز كمبيوتر ايدد ديزاين. طيب هنا في سيم ميكانكس في حاجة كويسة جدا، ان هو بيتيح لي ان اصمم المكنة كاملا خارج السيم ميكانكس، اصممها عن طريق برنامج تصميم هندسي وبعدين ابدأ انقل التصميم بتاعي ده او استخدمه في السيم ميكانكس. طيب بننبه هنا ان بس البرامج اللي هي مدعومه في السيم ميكانكس حاليا هما برنامجين السوليد ووركس والبرو انجينير. الخاصيه دي مهمه جدا في حاله ان المكنه بتاعتي لو كبيره او معقده هيبقى صعب عليا ان انا يعني ابنيها بلوك بلوك عن طريق البادي بلوكس، وكل بلوك احط الماس بتاعته واحسب له الانيرشيا تنسو واشوف النقاط الاحداثيه بتاعته المهمه، تبقى العمليه يعني ضخمه جدا. يبقى هو يحمي الموضوع ده يقول لي انت يا عم صمم المكنه بتاعتك في البرنامج التصميم الهندسي بتاعك بمنتهى السهوله، وبعد كده انقل التصميم ده عندي اوتوماتيك. السيم ميكانكس بيستخدم التصميم ده اوتوماتيك. فيه بنلاحظ هنا او بننبه ان الخاصيه ديت ما بتغيرش حاجه في طريق في شكل عرض المكنه. يعني ايه؟ يعني مش الشكل اللي انا كنت شايفه في برنامج التصميم الهندسي بتاعي هيتنقل عندي، او كشكل مكنه كعرض هيتنقل عندي في السيم ميكانكس. لا لا، هتفضل برضه المكنه بتتعرض بنفس الاسلوب المبسط ده عن طريق يا اما الكونفكس هال او عن طريق الايكويفالنت اليبسويد. بس هي الطريقه دي طب ايه فايدتها؟ ان هي بتسهل لي زي ما قلنا تصميم الجسم وتحديد خصائصه زي الكتل ومصفوفات القصور الذاتي. وبعد ما دي كده نقطه تانية، ان انا بعد ما استخدمها في سيم ميكانكس هحتاج برضو ان انا لسه بقى ازود الوصلات ومقيدات الحركه بتاعتي، احط المحركات واحط السنسور. طيب يبقى برضه بنبه تاني ان الطريقه ديت مش عشان تخلي شكل المكنه بتاعتي شكلها واقعي، لا انا لو عايز اخلي شكل المكنه واقعي يبقى استخدم زي ما قلنا الفيرتشوال رياليتي تول بوكس. لكن الطريقه بتاعتي اللي هي الموديلنج ويز كمبيوتر ايد ديزاين ديت عشان بس تسهل لي تحديد او تدخيل او تصميم المكن او الاجسام المعقده بتاعت المكنه بتاعتي، ان انا اصمم المكنه كامله في برنامج تصميم هندسي وبعد كده استخدمها عندي في السيم ميكانكس. ديت احنا النقطه دي برضو مش هنتناولها بالتفصيل، لكن موجود الشابتر كامل في الهيلب بتاع ماتلاب اسمه موديلنج ويز كمبيوتر ايديد ديزاين، ممكن يعني اللي يحب يتوسع فيه ممكن يقرا كده. احنا الحمد لله خلصنا الفصل الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.